ورجعنا من غياب 9 سنين نحكي بالانتخابات النيابية. انطلقت المكنة الانتخابية للقوات اللبنانية رسمياً وبلشنا العد العكسي تحضيراً لليوم الكبير المنشود. فلنقترع للدولة الفعلية اللبنانية، فلنقترع قوات لبنانية. قبل 6 نوار يوم الانتخابات المنتظر شغل كتير كتير، ويمكن ما بيساع الأرض إذا قيس بالأمطار، لكن الشغل بيساع الاستحقاق الديمقراطي اللي منستحقه نحن اللبنانيين الأوفياء لبلادهم. بس الفرق هالمرة هو القانون الانتخابي الجديد ويلي على أساسه رح ننتخب لأول مرة، وهو القانون النسبي يلي بعده شوي ملتبس بالنسبة لكتار. ومنشان هيك كان هالفيديو اللي نشرته القوات اللبنانية تتشرح لللبنانيين عملية الاقتراع. هلأ لازم نركز أولويتنا على أنه الناس تفهم كيف بتتم عملية الاقتراع دون أخطاء بهالمرحلة. فكرمال هيك أصرينا هالفيديو يكون متضمن هالعناوين، يعني ليكون أولاً الناخب حاضر حضور 100% أنه يروح يقترع. ولما بحكي عن هيدي النقطة بكون عم بعني حصراً أول شيء يكون اسمه مدرج على لوائح الشطب أو على القوائم الانتخابية بشكل سليم، ما يكون فيها أخطاء، ويلي مهلة التصحيحات فيها بتبلش ابتداء من بكرة، يعني من 1 شباط لواحد أدار. العملية الانتخابية صحيح قد تبدو معقدة لكنها بسيطة جدا بذات الوقت إذا فهمنا كيف نتصرف، خصوصا إنه لا في تشطيب ولا تزوير، واللوائح تستلم من رئيس القلم مباشرة وملونة بحسب الدوائر والمناطق، وكل لائحة تحمل صور المرشحين. وأهم الأهم أنه نتأكد بداية من أسمينا على لوائح الشطب من ورقنا الثبوتية. فإذا بعملية الاقتراع عملية اختيار قائمة مكفلة سياسيا. تاني شغلة، القانون أتاح له كمان أنه من هالقائمة يعطي شانس أو يعطي أفضلية لمرشح ضمن هاللائحة وضمن القضاء اللي بينتمي له هذا الشخص عبر أعطائه الصوت التفضيلي. ويلي بهمنا كقوات لبنانية هو التركيز على الصوت التفضيلي يلي لازم يكون قوات تتوصل مرشحنا للبرلمان. لذلك منقول هاشتاج صوتك التفضيلي قوات. أما ليش لازم يكون قوات؟ كرمال هيك كتير مهم من قواعدنا الحزبية أنه تلتزم بسياسة الأصوات التفضيلية اللي بتحطها المركزية، وهون بعني بالمركزية قيادة الحزب القوات مع جهاز الانتخابات، لنقدر نضمن نوصل المرشح اللي نحن بدنا إياه للندوة البرلمانية. مصيرنا بأيدينا نحن، فلنتصرف تبعا لأحلامنا ولكل ما نتمناه ونعبر عنه كل يوم، بدل أن نتصرف انطلاقا من اعتبارات ضيقة عائلية أو عشائرية أو شخصية أو نفعية. 5 شباط انفتح باب الترشح الفردي على الانتخابات النيابية، وبتكفي عملية تشكيل اللوائح لما قبل 40 يوم من موعد الانتخابات. معنا شوية وقت بس ما معنا ولا لحظة، لأن الشغل مش لازم يتوقف، وعلينا أنه نقوم بالمستحيل تنوصل مرشحينا، وما في إلا الالتزام بوصل ناسنا على البرلمان. إذا أردتم التخلص من الواقع الحالي المزري فهذا بأيديكم أنتم وليس بأيدي السياسيين. لا يستطيع أحد في لبنان أن يكون سياسياً إلا إذا اختاره الناس أن يكون.